اليوم حراس وزارة الزراعة نفس الأسلوب نفس قمع ثورة تشرين 25 تشرين اليوم ضربونا وأذونا وهذا دكتور أحمد قدامكم مصاب وينتظر الأشعة. الوزير آخر مهلة لك هاج أنطيناك مهلة 40 يوم صار لنا نايمين بالتراب ضربتوا اعتديتوا علينا مجرد وعود كاذبة آخر مهلة لك عندك درجات وظيفية وعندك درجات حذف واستحداث هاي الشباب انضربت وتأذت بعد ما عليك أي عذر. حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. بداية حب أذكر السادة مشاهدين أنه احنا عندنا تردد جديد على قناة الرافدين، ترددنا 10727 على مدار القمر نايلسات، فنتمنى من الجميع أنه يدخلون هذا التردد اللي دا تشوفوه على شاشة الرافدين على أجهزة الاستقبال الخاصة بكم حتى نظل مستمرين وياكم بالبرامج والأخبار. برنامج صوتكم أي شخص يحب يتصل به حتى يشاركنا بالمواضيع يقدر يتصل على واحد من الأرقام الثلاثة ذني تشوفوها، إضافة إلى أنه عندنا رقمين آخرين مخصصين للداخل العراقي تقدرون تتصلون على واحد من هذين الرقمين، وعندنا رقم آخر مخصص لبرنامج الواتساب. برنامج الواتساب ما أقدر أستقبل بأي اتصال فعذرونا مشاهدينا الكرام إذا تدقون علينا على الواتساب وما استقبلنا اتصالاتكم ما أقدر أستقبلها بالبرنامج. الفيديو اللي شفتوه بعد إشارة بداية البرنامج اعتداء القوات الأمنية على خريجين وعلى متظاهرين بالعراق. السؤال اللي ينطرح يعني وراء هاي الاستمرار الدموي أو الاستمرار القمعي من قبل القوات الحكومية ومن قبل القوات الأمنية ومن قبل الميليشيات، المتظاهرين مدى يبطلون؟ لأن المتظاهر ما جاء على باطل، لا هو اللي جاي يريد ياخذ شيء مو حقه ولا هو اللي جاي يريد شيء زايد عن 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 حقه، كل اللي دا يريده يريد حقوق. فتلقي مجموعة من المهندسين والفنيين دا يتظاهرون حتى يثبتون، وتلقي مجموعة دا يتظاهرون حتى يأخذون رواتبهم، وتلقي مواطنين دا يتظاهرون حتى يأخذون حقوقهم، حقوق المواطن، حقوق المواطنة البسيطة. الشعب العراقي ما دا يتظاهر لأنه دا يطلب زيادة راتب، لأن هو راتب أصلاً ما دا يأخذ، ولا دا يتظاهر لأنه مدخول أو الدخل القومي السنوي اللي الفرد العراقي من الحكومة العراقية دا يشوفه ويا أقرانه ببقية الدول قليل ويريد زيادة لأنه ما دا يفكر به، ولا دا يتظاهر لأنه سافر على متن الخطوط الجوية ونطوا وجبة وما كانت عاجبته الوجبة وقام يتظاهر على مود أكل. المواطن العراقي اليوم إذا نسمع مطالبه تعيين، بطالة تقل، فساد يقل، كهرباء، مي، حصة تموينية وغذاء، حقوق الأساسية هو مدى أخذهن. لا عنده كهرباء بالبيت ولا عنده مي صالح للشرب ده ينقل إليه عن طريق دوائر الإسالة أو دوائر الماء في كل المحافظات حتى يسكت، يتخرج يقعد بالبيت عطال بطال ما يقدر يشتغل، تتخرج البنية تقعد ببيتها عطالة بطالة، ويروح يدرس يكمل ماجستير ويكمل دكتوراه ويصير من حملة أو من ذوي الشهادات العليا أو من حملة الشهادات العليا، ويفتخر أنه هو شاي شهادة البي اتش دي اللي تعبلها سنين وراء البكالوريوس وهمين ما يقدر يحصل شيء، ولا هو دا يتظاهر لأنه دا يطلب رفاهية زيادة عن اللزوم. الشعب العراقي اليوم هو مو أعلى فرد بالعالم بالدخل القومي ولا أعلى
فرد بالرفاهية، ولا مدينة بغداد هي أأمن مدينة بالعالم. هو دا يطلب شيء حتى يكون مرتاح ويعيش هو وولده. جبار ويانا، حياك الله يا جبار. شلونك يا شرطتك؟ هلا بيك أخوي. حبيبي قلبي. حبيب قلبي تفضل. الله يخليك يا عزك. يعني بالنسبة يعني المتظاهرين يا عزيزي. يعني نعم. احنا من 2003 ايه. الى 2020 يعني ما حصلنا من هالحكومة بذل اللي حال. نعم. يعني ما سووا لنا اي. يعني المتظاهرين الناشطين سلوا بيهم. يعني هاي تحت التحرير، انا دائما اروح لساحة التحرير. يعني يضربوهم بالفتن، يضربوهم بالطلقات، يضربوهم مال هاي مثل الدموع. يعني انا من ضمنهم، انا انضربت والله. يعني انا بالنسبه لي انضربت يعني ساحه التحرير. الناشطين بالبصره بالناصيه، يعني هاي الحكومه ما اعرف ايش تدري بالشعب العراقي. دمرتها من 2003 الى يومنا هذا الى 2020. نعم. يعني ايش يريدون من عند الشعب العراقي؟ يعني كافي طلعوا ضبطوا ما ضبطوه، واللي دمرتوا العراق يعني خدمات ماكو، بطاله موجوده، قتل موجود يعني بالشوارع. يعني الناشطين المواطن العادي يجون عليه لذه مالته يقتلون وياخذون يعني الفلوس مالته هو وعائلته يمدونه. هاي الناشطه ذاك اليوم قتلوا هاي في المنصور، هي وابوها وامها. هي شنو السبب اللي مدمرين العراق من 2003 ل 2020؟ شنو هم مترصدين بالخارج والشعب العراقي يشرب مي من هذا الماء الجوري اللي ما يحشرك من البلد. نعم. يعني احنا مشكلتنا ويا الحكومه هاي مو شنو هاي الحكومه. يا اخي استاذ اذن مصيبه. نعم. الى متى يبقى الشعب العراقي في شيء؟ هو ان شاء الله يوم 1/10 انتفاضه قويه تصير ان شاء الله. كل المحافظة، احنا نريد كل المحافظات تسوي انتفاضة على هاي الحكومة المجرمة. من 2003 إلى 2020 ما 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 حصلنا من عندها شيء. ما أعرف شنو من الشعب العراقي يا أستاذ، والله ما نعرف. نعم. مش والله مشكلة يا أستاذ، شلون نقوي هاي الحكومة؟ يعني شو نسوي احنا؟ بس إن شاء الله الثوار يوم 1/10 ان شاء الله يصير تغيير ان شاء الله. نعم. وان شاء الله زي هاي الحكومه هي وحده الله. احنا ما نريد لا هي ولا الاحزاب مالتها. عم يجازوا نشاطهم؟ هم دمرتوا العراق، هجمتوا بيته. هاي المحافظات الغربيه دمروها. والناجحين خطيه هسه هاي الحاله في العالم هسه ناجحين. الله يكون في عون. هاي بالانبار بالموصل بيجي كلها ما يرجعوها. هاي الجبهه الصخاء والله ما يرجعوها. نعم. يعني انا اعرف جماعه، انا عندي واحد خطيه تجي يعني عمره يمكن 15 سنه 14 سنه وسجنه 15 سنه ولا يعني شلون يقول العرب يقول الدجاجه ما يحل الدجاجه ما يحل ما يقدر. يعني هو هذا هاي طبيعه الحكومه اللي دمرت العراق من 2003. نعم. مشكله والله مشكله يا اخي. احنا شو نسوي بهالحاله يعني؟ نبقى هيك احنا؟ والله ما ادري يا استاذ، بس الله كريم ان شاء الله تصير خير. 1/10 انتفاضه تصير. احنا نريد كل المحافظات، ما نريد بس المحافظات الجنوبيه. وان شاء الله يصير خير. وننتهي من الاحزاب هاي وننتهي من هاي الحكومه المجرمه. اللي اجابتها امريكا علينا واجابتها ايران عمي من 2003 دمرتنا. ها اجوا يعني مشكله دمرتنا ايران. هسه هم على الحدود اللي يطبون يا بي علي تدري يطبون لا تطبون. احنا ما نريدكم عمي، احنا ما نريدكم بس تشوفون شلونكم. نعم. وتحياتي استاذ. شكرا 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 لك اخ جبار من الكويت. سعد حياك الله يا سعد. حياك الله ودوم يا استاذ. سلام عليكم استاذ. اولا يرجى الانتباه وان تستمع لي بحسن نيه.
تفضل. متى يتم الإفراج عن المغيبون والمختطفون؟ المغيبون والمختطفون، وهل البرلمان والحكومة لديهم علم وكذلك المرجعية السستاني؟ وأيضا يا أستاذي لاحقا سوف تنطيكم حقوقكم القانونية يا أستاذي. منو؟ حكومتكم إن شاء الله سوف تفتح بالخير، حكومة خير إن شاء الله. أي حكومة؟ أي حكومة أخ سعد؟ الحكومة الجديدة، الأعضاء الحكومة يا أستاذي، والبرلمان إن شاء الله القادم. يعني تقصد الحكومة اللي راح تشكل بالانتخابات الجاية من نفس الإشكولات ونفس الأحزاب ونفس الكتل السياسية؟ لو الحكومة اللي إذا نجح الثوار وشكلوها؟ والله زي ما بدك، الحكومة الجديدة يعني أثناء التغيير، يعني تغيير نعم. سياسي نعم. وطني نعم. وآخر الكلام ندين تكميم الأفواه الأحرار، تحياتي لك وللبرنامج وللقناة وشكرا يا أخي. حياك الله أخ سعد. أنت طلبت في بداية الاتصال الإفراج عن المغيبين والمختطفين، هذا المطلب هو مطلب فئة كبيرة من الشعب العراقي، 100% من ذوي المغيبين والمختطفين يطلبون بالإفراج عن ولدهم، بل نازلوا عن هذا المطلب وقاموا يطلبون يعرفون مكان ولدهم بهاي المرحلة. يا أستاذ سعد، المغيبين والمختطفين من غيبهم واختطفهم معلوم، يعني مختطفي سيطرة الرزازة، ماكو واحد بالأنبار من المسؤولين أو من نواب محافظة الأنبار ما يعرف هاي السيطرة تابعة لمن، وما أتوقع واحد بوزارة الدفاع أو الداخلية أو بالحكومة ما يعرف هاي السيطرة تابعة لمن. والناس تقول اللي أخذوا ولدنا بسيطرة الرزازة هم العناصر الأمنية اللي موجودين بالسيطرة فيعرفوها، لكن سووا شيء للإفراج عنهم؟ ما حد يعرف. جامع مجزرة جامع مصعب بن عمير، الناس تعرف منه اللي نفذ واعترفوا بالتنفيذ، والناس شافت بالفيديوهات، بس طلعوا براءة. ليش؟ هم ما حد يدري. علي من السماوة حياك الله. مساء الأنوار أخوي العزيز. علي. علي تسمعني؟ إيه صار. هسه تفضل أخوي تعال الهواء. إيه ماشي. تفضل أخوي تعال الهواء وياي بالبرنامج. قول. علي تسمعني؟ لو راح الاتصال انقطع. يبدو أن الاتصال ويا الأخ علي انقطع، ومشكلة بالصوت يبدو. أنه تعرفون الاتصالات العراقية هي واحدة من قضايا الفساد اللي نخرت الشعب العراقي ونخرت ميزانية الدولة العراقية وأذت الشعب العراقي اللي دا يشترك في خدمات ودا يدفع فلوس والمواطن مدى يحصل أبسط خدمة من خدمات الاتصالات وشبكات الخلوي. أبو فيصل من السعودية حياك الله. أرجوك الله. مساء الخير أستاذ. مساء الأنوار. تحية لك وتحية للقناة وتحية الكادرة وتحية للشعب العراقي. حياك الله وبياك. الله يحفظك. أستاذ، بالنسبة لمطالب الشعب العراقي. نعم. بالتعيينات، هم يطالبون يعني يطالبون من عصابة، يعني هي فاشلة، عصابة مجرمة لن تعين أحد. هذه العصابة هي عصابة شراق وحرامية. فالعراقيين يعني من 2003 يعني ما فهموا، ما يختلف الكاظم عن السابقين، نفس الشيء، هم كلهم مجرمين قتلة. لا بد من تغيير كامل. أول شيء المرجعية السستانية الإيرانية، ثاني شيء هذه كل عملاء إيران وكلهم خونة وكلهم سراق. لا يطالبوا على العراقيين وحدوا مطلبهم هو الوطن، ونحن نفخر بمطالبهم على القنوات كلها، وهم يطالبون بالعراق، ما يطالبون لا طائفة ولا محافظة، وهم يطالبون العراقيين بجلس هذا النظام الصغير على العراقيين. وتحية لك. حياك الله أخ أبو فيصل.
الشغله الثانيه انه استاذ سعد تكلم بها، يعني احنا قلنا الافراج عن المغيبين، وسالني انه البرلمان يعرف. اي نعم استاذ سعد، البرلمان العراقي يعرف، يعرف اعداد المغيبين ايش قد، ويعرف اعداد المختطفين ايش قد، ويعرف اللي موجودين بالمخيمات ايش قد، ويعرف كم مخيم مفتوح، ويعرف النازحين من يا محافظه نزحوا، ويعرف المحافظات المنكوبه شنو، ويعرف ايش اكو نقص بالعراق، ويعرف ايش قد اكو بوق بالعراق، ويعرف كل فلس مباق بالعراق. شكو برلمان بالعراق صار من 2003 لليوم هو مسؤول عنه، لانه هو اللي سكت عن قضايا الفساد فيعرفون. ابو فيصل يتكلم كلمه انه يقول انه احنا او الشعب العراقي دا يطلب من زمره سارقين. ابو فيصل نعم احنا نعرف انه العمليه السياسيه او ما يسموها بالعمليه السياسيه، الكتل السياسيه، الاحزاب، الميليشيات، الحكومات، اعضاء البرلمان كلهم سراق. نعلم انه كل من اجى للبرلمان من 2003 لليوم هو ساهم في سرقه المال العام العراقي، وساهم في افقار الشعب العراقي. لكن هذه المطالب لازم الشعب العراقي يبينها للناس، حتى الناس تعرف انه الشعب العراقي ما متبطر، حتى الناس تعرف انه الشعب العراقي ما جاي على شلون نقول واحد طمعان بشيء، حتى الناس تعرف انه الشعب العراقي دا يطلب حقه، انه الشعب العراقي دا يطلب حقوقه بهذا البلد. الشعب العراقي والمواطن والشاب دا يطلب ابسط حقوقه اللي هي عيش كريم، امان، بطالة قل، وظائف يقدرون يتوظفون ويتعينون بدوائر الحكومة بدون أي واسطة، بدون أي محسوبية، وبدون شراء وبيع إلى الوظائف. يقدر يعرف أنه لما يدخل ابنه بمدرسة ويدخله بجامعة، على الأقل دول العالم تعترف به. اليوم التعليم العراقي خارج من 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 حسابات الأمم المتحدة. فهاي مطالب الشعب العراقي. أبو طه من فنلندا حياك الله. أبو طه معني؟ أسمعك أخوي الغالي. حبيب قلبي على موضوع البرنامج مالكم اليوم، أنا الرافدين الوطنية. حبيب قلبي. حبيب قلبي على موضوع المختطفين الرزازة والتغلاوية والشعب العراقي مسكين من هالحكومات عاقبة الحكومات الفاسدة. يعني ماكو أي حكومة عبارة عن ميليشيات، عبارة عن سراق اللي قاضيهم سراق وميليشيات قتلة عراقي المسكين هو الواجب، والأجندات خارج عبر الحدود. نعم. إن شاء الله بلد بخير إن شاء الله، وتنزال ليها الحكومة. ما إذا سمينا من شأنهم، هذول مو حكومة، هذول مجموعة مجموعة حرامية. نعم. خلوا الشعب العراقي إنه هذا الحكم تعدير البلد، هذا أي حرامية، لا قضاء موجود، لا صنف المظلوم مقدور، لا محاكم وقانون، اي شيء ماكو. غير شرطي تهين المواطن بلباس العسكري. هذا بلدنا، هذا بلد العراق اللي تعتمدها الحكومات. بينما دول الخارج العسكري او الشرطي يجي يحترم المواطن والمواطن لواسطه السياره، ما خليه ينزل من السياره ويحكي يعني قوانين. انما هنا قوانين بالعراق. فاشكركم جزيل الشكر، واشكر الرافدين على هذا البرنامج. قناه الرافدين وطنيه 100%. حبيبي حبيب ابو طه، لا شكر على واجب، هذا واجبنا اتجاه الشعب العراقي واتجاه بلدنا، انه نوقف ويا الحق ونوقف ويا البلد، لانه امنيتنا انه نشوف العراق عراق. ما نشوف العراق هذا اللي دا نشوفه هسه.
شكرا جزيلا لك لانضمامك لنا. ابو الحسن من بغداد حياك الله. السلام عليكم استاذ اسل. عليكم السلام والرحمه والاكرام، نحمد الله على كل شيء. احييك واحيي قناتكم البطله التي تنقل الحقائق في الساحه العراقيه داخل العراق. واجب. اولا احنا نعرف استاذ اسل بالنسبه للمتظاهرين من ثورة تشرين 2019 ولحد الآن، نعم، أنه عملية القمع والخطف هي مستمرة. بالإضافة إلى هذا مطالبين أكو كلية الزراعة، خريجين كلية الزراعة، خريجين كلية الهندسة النفط أو غيرها، يطالبون بحقوقهم تعيينات. نعم. بالإضافة إلى هذا لن تستجيب الحكومات من 2003 ولحد الآن هذه الكفاءات العلمية انتركت وقاموا يعينون ناس جهلة يقودون البلد. فإحنا نعرف أنه التظاهرات إن شاء الله مستمرة والثورة مستمرة مهما يكون قمعها ومهما يكون خطف. أكو ناس بيخطفون نشطاء الآن في الناصرية وغيرها. مهما يكون الخطف ومهما يكون القتل ومهما يكون الاعتداء عليهم، ولكن الثورة مستمرة لحين إسقاط هذا النظام الفاسد اللي اجى عبر الاحتلال الامريكي والايراني، لانه الايراني هي شريكه مع احتلال امريكي، هي دمرت العراق وبالتالي امريكا هي انطت العراق بطبق من ذهب الى ايران. فكيف انه يريدون الثوار يغيرون هذا الوضع؟ ما طبعا ما ممكن انه الفسد او القتلة انه يرغبون بتغيير هذا الوضع، لانه اول ما يتقدمون هم المحاكم وبعدين ينالون جزاهم العادل من الشعب العراقي. فنشوف محاربه المتظاهرين هي مستمره سواء بساحه التحرير او ساحات الوا في الناصريه والبصره وذيقار وغير العفو والكوت والنجف وكربلاء. هاي الثورة إن شاء الله مستمرة وسوف تنتصر على هؤلاء الفسدة والقتلة اللي قتلوا أبناء الشعب العراقي لحد الآن أكثر من 5000 شهيد من المتظاهرين من الثوار اللي يطالبون بحقوقهم، وبالتالي أكثر من 17000 جريح. هذول من يتحمل مسؤوليتهم؟ هذول عراقيين أصلاء يطالبون بحقهم. من حق أي عراقي أن يطالب بحقه، لأنه هو ابن العراق. هذول جوي ما جاي يبنون لأنه بسبب مجيئهم مع الاحتلال خلف الدبابة الأمريكية، هم جايين يدمرون جوي بمشروع تدمير العراق وتدمير أبناء الشعب العراقي. وكانوا أنه معشعشين الطائفية في مناصبهم وفي الانتخابات، ولكن هذه الثورة أفشلت المشروع الطائفي الصفوي اللي إجا للاحتلال الأمريكي والاحتلال الإيراني. هذه الثورة والمتظاهرين وحدت أبناء الشعب العراقي من الجنوب إلى الشمال وإلى الوسط. فهم ما يهللهم أو ما يكيفون أنه تستمر الثورة، لأنه راح يسقط المشروع الاحتلالي الصفوي. ولهذا شوف دائما يريدون يقمعون المتظاهرين ويحاولون يخطفهم وقتلهم حتى يخلون الثورة تنتهي، ولكن الثورة مستمرة مهما تكون الشهداء ومهما تكون الخطف. الشباب مستمرين ومهما زاد هذا الخطف والقتل والقمع، الشباب يزدادون شدة ويزدادون عزم لتحقيق مطالبهم ومطالب الثورة ومطالب الشعب العراقي، لأن الشعب العراقي شاف ويل من هؤلاء الساسة. نعم. ولهذا شوف يعني يحاولون بكل الوسائل قمع هذه الثورة لإسكات هذه الثورة، وإن شاء الله الثورة مستمرة مهما تكون في الضحايا ومهما يكون مصير الشباب اللي راحوا يعني شهداء أو جرحى. فلا بد ان يتذكرون شبابنا والعراقيين الشرفاء والوطنيين انه هاي الدماء اللي راحت من الشهداء هي في اعناقهم. استمرار الثوره ودعمها وتحقيق مشاريعها الوطنيه، لان هذا مشروع وطني في تحقيق الثوره والتغيير التام لهذه الحكومات.
ولهذا نشوف انه تم مهما تكون الحكومات تم قمع المتظاهرين، مره الغربيه تهمهم بالدواعش، الجنوب تهمهم بالبعثيه والصدامية، فيحاولون كل الوسائل انه يحاولون ينهون الثوره، ولكن الثوار والشباب وعوا على هذه العمليه انه الثوره وحدت الشعب العراقي ووحدت ابناء العراق بكل طوائفه بدون استثناء، لانه الان الثوره هي مستمره بكل طوائفها، من كل الطوائف هي مشاركه لنيل النصر ان شاء الله عن قريب. نعم، شكرا، شكرا جزيلا لك ابو الحسن. ابو محمد من الرمادي ويانا، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. وين العزيز التصحيح؟ ابو احمد. نعم، ابو احمد، ابو احمد مو ابو محمد. ابو احمد، والنعم منك، اعتذر منك اخوي. على راسي اخوي. هلا بيك اخوي العزيز، احنا نشكركم على هذا البرنامج، وانتم سباقين لهذه الامور، يعني دائما انتم متابعين الاحداث اللي تجري في العراق. واجبنا اخوي العزيز. ما تخسرون اخوي العزيز، الله يحفظك. بالنسبه لموضوع قمع المتظاهرين، هو موضوع مو جديد على الساحه العراقيه حاليا او سابقا. احكي لك بال 2013 اللي صارت مظاهرات المناطق الغربية اللي بدأت بسلميتها وقت فترة السنة. بدأت الاعتداءات من خلال التصاريح السياسيين، وبالأول نوري المالكي اللي بدأ قال لم تنتهوا سوف ننهيكم أو هذه الأمور، فهو هذا ديدن المخنثين أو ديدن الخونة الديول التابعين لإيران. حاليا اللي جاي يصير، احنا لا نرجع لورا، بس هي شيء متصل بشيء ثاني. نعم. هي مظاهره بدات، هي شرارتها 2013، فبداوا بالقمع مالتها ومساعده ديون الانبار او ديون الغربيه، بداوا بقمعها ومو انهوها، ما نقول انهوها هم، لكن الخيانه اللي انهت الساحات الاعتصام اللي صار حاليا. نعم. اللي جاي يجري ثورة شبابية، يعني خالية من الأحزاب، بدت خالية من الأحزاب، بدت خالية من التدخل الخارجي، وبدأوا هم يسموها ثورة يعني تابعة لدولة فلانية وتابعة لدولة فلانية أخرى لأمريكا، واتهموا اتهامات دول الخليج، لكن هي ثورة كانت يعني ثورة لا يعني ما وراها أحد. نعم. فموضوع الاغتيالات، موضوع الاعتقالات، الخطف، هو لإنهاء هذه الثورة. يعني أنت تعرف اللي جاي يصير حاليا بالعراق من تبديل حكومة وتبديل وزراء واعتقال الفاسدين، هو سبب بداية الثورة أول ما يعني هو الثورة. لكن الثورة احنا نحتاج من الشباب أنه يعيدون نشاطهم من جديد، يبدأون يعني كأن من صفر، يعني بدون الصفر، حتى لا يخلون ثغرة أو باب للخونة أنه يغتالوهم ويكونوا منتبهين أكثر، لأن راح يصير الضغط أكثر، لأن بدأت الحرب على الفاسدين، راح يبدون يخلطون أوراق، يريدون يسوون ضوضاء بالشارع أو قتل أو الهوية أو الطائفية. فتعرف أنت الإنسان المهزوم دائما يبدي يقتل شلون نقول بالغاء، يعني بدون ما تحس بيه، او يجيك طريقه ثانيه، يجيك البيت يخطفك، يقول يعني غدر، يعني نعم بالغدر، نعم بالغدر، عفوا. نعم، احنا لازم يكون الشباب واعي اكثر، يكون تجمعهم او شلون نقول اعاده نشاط الانتباه لهذه الامور، لان تدري انت الاحزاب بدات من خلط الاوراق، يعني حرب على الفاسدين، اذا كانت حقيقه حرب على الفاسدين موجوده، احنا بنسمع بس ما نشوف انه اكو حرب على الفاسدين، فاكو ضغط داخلي بيناتهم احزاب حرب على انتخابات جايه، يريدون ينهون الانتفاضه او الثوره بحيث يستخلصون لهم الوضع، يعني يفرغون الساحه لهم، ترجع الامور كما كانت، حتى يخلون ايران مستيده وذيول ايران تبقى. فاحنا مع الاسف تخلف عنهم الشيوخ العشائر وشيوخ الدين، ف
يعني مع الاسف بس اني اوصي الشباب انه يقوون معنوياتهم ويبدؤون يعني من جديد، يعني حتى نعيد مره ثانيه، يعني هذا الامر مو جديد عليهم القتل والخطف يا اخي العزيز، احنا وضع يرثى له، انت دا تشوف حاليا الخطف والقتل وحالات هذا الولد الطفل اللي يصير كركوك وغير غير مكان، كل المكانات العراق عباره عن فوضى عالمه، عباره عن يعني لا دوله، تعرف قصدي يعني قضاءات تحكم الشارع. فهذا اللي نقوله وما عدنا اكثر بعد نكرر اكثر من الكلام اللي قلناه. ونسال الله انه يفرجها على الشعب العراقي ويخلصنا من هذول الطغمه الفاسده والحكم الفاشل والحكم الظالم، ويخلصنا من السياسيين السنه الشيعه الكل، ما احنا ما نفرج احد، كل هم تابعين لدول خارجيه. نعم. شكرا شكرا لك ابو احمد من الرمادي من البصره. ويانا ابو اسد، حياك الله يا ابو اسد. السلام عليكم ومحييكم وحيي برامجكم هذا الشريف. حياك الله اخوي العزيز. اخي موضوع حلقتنا اليوم احنا ادابتهم يعني على مود المتظاهرين. انا مو بس على مود المتظاهرين، انا استهداف المواطن العراقي بشكل عام من قبل القوات الحكوميه. نعم. ومن قبل الميليشيات ومن قبل الأحزاب، إن كان متظاهر وإن كان غير متظاهر. نعم. ليه شنو سر هذا الاستهداف؟ يعني حكومة ماذا تشوف أنه ماذا ينفع بالشعب هذا الاستهداف وأنه الشعب على حق؟ يعني حكومة الشعب. أبو أسد إذا تسمعني بس غير لي مكانك لأن إيه هسه إيه كمل. اي طغمه فاسده تعبانه حكومه، ما هذول ما يسمون حكومه. نعم. الو وياك. هذول ما يسمون حكومه، هذول عصابه جايه متسلطه على العراق. نعم. بامره ايران، بامره ايران، هذول كلهم تبعيه. نعم. تبعيه ايرانيه جايين يقتلون الشعب العراقي. شلون 8 سنين الجيش العراقي حاربهم؟ يردون ياخذون الثار، هذا الثار يسموه. وان شاء الله ان شاء الله احنا منتصرين عليهم بعون الله. نعم. وانا اشكرك. شكرا شكرا لك ابو اسد. يعني معهد كارنجي للسلام الدولي يقول انه العراق اليوم دا يمر بمرحله فاصله، لانه هو دا يستعد، أو الثوار اللي موجودين بالعراق دا يستعدون بنزولهم بموجة ثانية من تظاهرات ثورة تشرين. المعهد نفسه قال، هو معهد دولي، يعني قال إنه المحتجين راح يكافحون للوصول إلى هوية قتلة المتظاهرين والناشطين والمدنيين بعدما تصاعدت مؤخراً عمليات الاستهداف والاغتيال في مختلف المحافظات خصوصاً ببغداد والبصرة. وأضاف المعهد إنه كتل من بينها دولة القانون والفتح بلغت رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بمعارضتها لبقائه في السلطة لأسباب تتعلق بتحرك الدولة للسيطرة على المنافذ الحدودية وبالتالي إضعاف قبضة الميليشيات. المشكلة الأكبر أنه إذا نقرأ الأخبار راح تلقون خبر موجود وياي أنه جميل الشمري المتهم بقتل المتظاهرين في محافظة ذي قار نطوا إجازة. جميل الشمري اللي الناس تطالب بمحاسبته وبمحاكمته على اللي سواه بالمتظاهرين، وزير الدفاع جمعة عناد انطى الفريق جميل الشمري إجازة 30 يوم للعلاج خارج العراق. يعني احنا سمعنا انه اكو منع سفر الى بعض المسؤولين لقضايا فساد، بس جميل الشمري اللي العالم كلها شافته وصورته وبالفيديوهات ومتهم بقتل المتظاهرين ومتهم بمجازر ياخذ اجازه ويسافر 30 يوم ويروح وما عنده اي شيء. واكو مصادر صحفيه تقول انه الكاظمي امر بمنع سفر الشمري بعد حاله من الاستياء والغضب الشعبي.
لكن مراقبين يقولون انه ما تكشف يؤكد انه جميل الشمري بعده طليق وما حد حاسبه مثل ما يروج الاعلام الحكومي، وهو المسؤول عن ارتكاب مجزرة الناصرية ضد المتظاهرين في تشرين الثاني الماضي، والتي أودت بحياة أكثر من 70 متظاهر وجرح أكثر من 225 متظاهر. أم أزهار من بغداد حياك الله. أم أزهار؟ أم أزهار تسمعيني؟ يبدو أن الاتصال ويا الأخت أم أزهار انقطع. نتمنى يا أم أزهار ترجعين حتى نسمع رأيك بموضوع استهداف المتظاهرين. ميدل إيست مونيتور البريطاني يقول المتظاهرين العراقيين صاروا أكثر وعي، وماكو يعني ماكو إمكانية أن واحد يستدرجهم. المخططات القوى السياسية الرامية إلى بث الفرقة بين الشباب المنسقين للحراك الشعبي أو السلمي، واللعب بورقة الطائفية مرة أخرى. يعني مواقع ومنظمات دولية اكتشفت أنه ثورة تشرين استطاعت من أبطال قضية الطائفية والشعب العراقي موحد، بس الحكومة العراقية ما تشوف هذا الشيء. وحتى نشوف أكثر بس أريدكم ويانا تتابعون هذا الفاصل، فاصل ونرجع لكم. حياكم الله من جديد. قبل ما نكمل نحب نذكركم مره ثانيه، لان هوايه دا يسالون ليش القناه مالتكم مزوده بالواتساب، وجاوبتهم ان شاء الله انه احنا عندنا تردد جديد. ترددنا 10727 على مدار القمر نايلسات، فنتمنى من الجميع انه يدخلون هاي الاعدادات الجديده باجهزه الاستقبال الخاصه بهم حتى نظل مستمرين وياهم. الفيديو اللي شفتوه ورا الفاصل، ذولا خريجين، دولة شباب وشابات تخرجوا كملوا دراسة، حسبوها من الأول ابتدائي إلى دخول المرحلة الثانوية بدون رسوب، هي 12 سنة، عندك 4 سنوات أو 5 سنوات حسب التخصص، يعني 16 إلى 17 سنة من حياة الشاب العراقي قضاها بالدراسة حتى يكون إلى كيان. يتخرج الشاب العراقي ويتفاجأ بأنه ما إلى أي حق، ما إلى وظيفة، ما إلى أي شيء. يا أما يروح يشتري الوظيفة، يا أما يا أبوي يلقي له واسطة، يا أما يكون منتمي إلى حزب حتى يقدر يحصل له وظيفة هاي إذا حصلها. لأنه ما شاء الله دا نكتشف أنه عندنا فرقاء بالجيش هم مداخلين للجيش، ودا نكتشف عندنا مسؤولين بالدولة هو ما مكمل ابتدائية، ودا نكتشف عندنا أصحاب مناصب عليا هو ما إلى علاقة بذاك المنصب نهائياً، وعندنا سفراء ما لهم علاقة بالعمل الدبلوماسي نهائياً، فقط لكونه أنه هو يا أما من أقرباء أحد مسؤولين الحزب أو منتمي إلى حزب، وهو ما يستحق هذا المكان. وأكل كثير من أمثال هذول الشباب اللي شفتوهم وراء الفاصل يستحق أن يكون بمكانه. سمعت من احد الاشخاص يقول النائبات والنواب يوصفون المتظاهرين ويوصفون الثوار بالمخربين. مخربين. كنا شفنا ثوار تشرين ايش سووا بنفق التحرير. كنا شفنا الثوار شلون اناروا النصب بساحه التحرير. كنا شفنا شلون اشتغلوا حتى يرجعون النفق اللي 15 سنة الحكومة العراقية ما فكرت تعيد تنظيفه، مو تبلط الدرج مالته.
فما اعرف اللي يجي يسوي لك اناره بنصب ويبلط لك نفق ويرسم لك حياطين النفق وينظف لك الشارع هذا مخرب، وانت اللي صار لك 17 سنه محافظات اندمرت بالكامل، شوارع محفره، تمطر الدنيا المجاري تفيض، تعليم انتهى، مدارس رجعنا المدارس الطين، رحلات ماكو، 90 و100 طالب بالصف، ما يعني منو بده يخرب فعليا؟ صباح من بغداد ويانا حياك الله. صباح. الو السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. يعني كل الدول من يصير رئيس وزراء او رئيس جمهوريه يعني يمكن بعد سنه ما اسلام المنصب يمكن يقوم يعدد بانجازاته. نعم. سوى بالمشاريع، سوى من بنيه تحتيه، يد عامل ايش قد دخلت، يعني امور الانجازات اللي الحكومه شنو. فالجماعه هنا اللي عندنا الموجودين حزب الدعوه والاحزاب الموجوده صار لهم 17 سنه، هسه احنا كشعب ومواطنين من حقنا ان نسالهم شنو انجازاتكم بهاي 17 سنه غير القتل والدمار والتهجير وتدمير المناطق السنيه وهاي اللي يسموها معارك التحرير وهي معارك تخريب وكلها ترجع بالاخير بالعاتق الميزانيه الدوله. يعني مثلا هاي المنشات اللي دمرت بالموصل او بالانبار او غيرها، الدوله والحكومه المفروض يعني مجبره ان تعمرها من جديد. فشنو انجازاتهم في سبيل واحد يدافع عنهم؟ يعني احنا نريد ندافع عن حزب الدعوه هاي 17 سنه، شنو انجازاته من مدارس، وزاره التربيه، وزاره التعليم العالي، وزاره الداخليه والملف الامني، غيرها، الزراعه، الصناعه، هاي المتظاهرين هاي الهسه الهبه اللي صارت بالجنوب وقبلها بالمحافظات الغربيه، شلون تعاملت وياها الحكومه؟ يعني اي رئيس وزراء سواء عادل عبد المهدي او مصطفى الكاظمي واللي قبله المالكي من دمر ساحات الاعتصام بالانبار وبالموصل وبدياله وبصلاح الدين، يعني شنو شلون استقبلوا من المتظاهرين مطالبهم المشروعه؟ شنو انجازاتكم؟ شنو سويتوا للبلد؟ رجعونا 1000 سنه لورا. يعني هسه احنا العراق مع الاسف العراق هذا اللي تاريخه والبطولات مالته والناس العباقره البي والشهادات والبنيه التحتيه اللي كنا نمتلكها من ترسانه عسكريه او غيرها حتى بالاقتصاد والزراعه والكهرباء، هيك يصير على ايد حزب الدعوه واللي يطلع يطالبوا بحقوقه يقتلونه لو يخطفونه لو مسدسات كاتم وغيرها، هم نفسهم الدوله. فمصطفى الكاظمي بالنسبه للملف المتظاهرين واغتيالاتهم هو يعرف من اللي جاي يغتال. الطرف الثالث اللي حكم عليه قبل فتره ما حددوا منه، ما قالهم يابا تراي السلام وبدر والعصائب، هم وراء تصفيه المتظاهرين بالجنوب. يعني السياسيين كل السياسيين تخاف تحط النقاط على الحروف. يعني مصطفى الكاظمي نفسه يعرف ان حزب الله وغيره وراء هذا القصف العشوائي اللي يضرب المنطقه الخضراء ويضربون المطار في سبيل يقول لك احنا مجاهدين، واحنا نعرفهم هم مو مجاهدين. لو مجاهدين حقيقه كان ساندهم المتظاهرين مطالبهم المشروعه من الحكومه او للحكومه اما ان تستقيل او تلبي طلبات المتظاهرين، لكن هم جزء من الحكومه، الميليشيات والحشد جزء من الحكومه ويعرفون اذا الحكومه انهارت واحزابها انهارت ما راح يبقى حشد. احنا نعرف ما راح يبقى حشد ولائي باستثناء الناس اللي راحهم بالحشد واعدادهم قليله، راحت تلبيه يمكن المرجعيه ودفاع ضد الارهاب داعش وغيره، هذول جزء ثاني. اما ارهاب الميليشيات الولائيه هذا هو اللي اخطر شيء، اخطر حتى من داعش علينا، لان هذا مستلم زمام الامور، مستلم العمليه السياسيه والعمليه الاقتصاديه ومستلم كل المجالات الدوله، هو مهيمن عليها وما يعطي مجال حتى للشريف ان يشتغل، حتى اذا اجى مدير او مهندس او غيره ما يعطوه مجال، قبل يقتلونه. يعني ما طول ما يعترف بولايه الفقيه يتم تصفيته حتى لو شيعي، هسه التصفيات كلها بالشيعه ابناء جلدتهم، يعني ذول السنه قضم علينا وحاليا جاي يقضون على الشيعه. يعني الى متى هذا السكوت يا مصطفى الكاظمي؟ الناس مأولى عليك خير وطلعت انت جزء من 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 عمليه فاسده ومن رحم فاسد، يعني ما فالشعب لا يترجى خير من كل الاحزاب الموجوده السنيه والشيعيه، قلع كل الاحزاب وميليشياتهم والعمليه السياسيه هاي مال 17 سنه كلها بائسه، صرنا مضحكه بين الشعوب.
يعني هذا العراقي هذا جزاء بالاخير ان لقمه عيش ما عندنا. تم اخ صباح، يعني انا اعتذر منك بس الوقت ادركني وعندي رسائل واتساب اريد اقراها، واعتذر من الساده المشاهدين اللي دا يحاولون يتصلون بالبرنامج لكن الوقت ادركنا. اول رساله وصلت اليوم للبرنامج تقول: التلاعب بالتصاميم الاساسيه لميناء الفاو الكبير هي قضيه فساد كبيره. تغيير عمق ميناء الفاو من 19 متر الى 14 متر فقط افرغ من محتواه وافقده نصف جدواه الاقتصاديه وخنق فرحه التوقيع بالاحرف الاولى يوم امس مع شركه عالميه لمباشره العمل به. فسفن الشحن العملاقه يو ال سي اس لن تتمكن من الرسو فيه لاحتياجها عمليا لعمق 19 متر كحد ادنى، وستواصل الرسو في ميناء جبل علي بدبي وميناء مبارك الكبير لاحقا. اما بخصوص الرسائل اللي تسال عن القناه، التردد وصلكم على رسائل الواتساب. رسالة أخرى: السلام عليكم، أبو حاتم من الموصل، تحية طيبة للجميع. أستاذ أفل المحترم، العراق يحتاج إلى نهضة الشعب من زاخه إلى الفاو، هذا عنوان العراق والشعب الثابت، وكنس الاحتلال الأمريكي الإيراني الإسرائيلي وأعوانهم جرذان الخضراء الفاسدين المحسوبين على العراق، خزوا كل قيم الإنسانية ومبادئه وتقاليده والديانات، خدم الاحتلال الأمريكي الإيراني، وعلى الشعب العراقي أن ينهض كافية شعب العبث بالعراق وهدر طاقات العراق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة أخرى: السلام عليكم، أنا أم كرار من بغداد، زوجي وأولادي أخذوهم من تحرير الموصل والحد هسه ما نعرف عنهم شيء، يعني وين العدالة؟ بس اللي يطلع يناشد يستجابون إليه، والله إحنا ما عدنا غير الله وهم، وزوجي مريض بالسرطان وأولادي طلاب مدارس، وين ما نروح ما يقبلون يطون الصدق، إحنا نريد نعرف هم وين. رسالة أخرى: السلام عليكم، أنا زهراء من كربلاء، أطلقوا سراح السجناء الأبرياء المظلومين، والله حرام عليكم، أب صار لأربع سنوات بالسجن وكل شيء ما مسوي، أطلقوا سراح السجناء الأبرياء. مشاهدينا الكرام، برنامج صوتكم وصل إلى الختام اليوم، نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، باكر في أمان الله.